مفصل الكوع والألم اللي يصير عندنا بالخارج أو الداخل أثناء التمرين. لاعب كمال أجسام لازم يكون فاهم جسمه ولو باختصار. راح أفهمك التشريح الموجود للمفصل. أول شغلة يعتبرها من المفاصل المعقدة، يحتوي على 3 عظمات أساسية ومهمة، ويحتوي هذا المفصل بداخله على درب حامي. هذا الدرب يحمينا من الارتطام ويحمينا من الصدمات إذا كان الصدمات قليلة. المفصل هذا بداخله أوتار وأربطة. ذن الأوتار والأربطة هي اللي تشيل العضلات وتربطهم بالعظام وبداخل المفصل حتى تسبب لنا الحركة. الحركة إذا كانت مد اليد أو الثني أو تدور اليد للداخل أو الخارج. لاعب كمال الأجسام أكثر إنسان يستخدم هذا المفصل. لازم تحمي. نحمي من ناحية المنظومة الغذائية. المفصل يحتاج إلى دهون وإلى غذاء كامل حتى يظل شغال وما يتعرض إلى آلام أو التهابات. الشغلة الثانية محسنات الأداء. إذا أنت غذائك مو كامل لازم تأخذ محسنات الأداء. مثل ما قلنا المفصل بحاجة إلى غذاء حال العضلات. مفصل يتعرض إلى التهابات. بالبداية تبدأ الالتهابات عن طريق التنمل، بعدين ألم خفيف، بعدين التهابات داخلية وخارجية، وممكن يسبب لك تداخل جراحي. احنا لاعب كمال أجسام مري من خدي يوصل لهاي المرحلة. بالنسبة للألم اللي يصير أثناء التمرين بهذا المفصل راح أعلمك إياها، تعلمتها أنا شخصيا وجربتها واستفاديت من عدة بصورة جدا قوية، تعلمتها من أساتذة وعمالقة التدريب، راح أعطيك إياها وإن شاء الله تستفاد منها. بنجي نتمرن حركة الترايسبس، الإيد بزاوية قائمة زاوية 90. من نتمرن وصيبنا ألم، وأكثر الألم راح يجي بهذا التمرين. إذا حسيت بألم داخلي أو خارجي مجرد إيدك فرها، لا تفر زاوية التمرين نهائيا، زاوية تبقى هي نفسها قائمة، مجرد إيدك فرها يا أما للخارج أو للداخل حتى تستهدف غير مكان وغير عضلات. حل بسيط وحل سريع تقدر تتكل عليه أثناء تمرينك. إذا شفت هذا الحل ما يوالمك وما يناسبك لازم تراجع دكتور، لأنه احتمال عندك التهابات بنفس المنطقة، ونفس ما قلت لكم ما نريد نسبب تداخل جراحي. التداخل الجراحي يعني نقعد بالبيت بدون تمرين نهائيا. دائما أقول لك صح صح وياي أفيدك.